مشاركة المرأة الإماراتية ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية لم تعد مجالا للمناظرة والجدال، كونها حققت خطوات سريعة ومتلاحقة يعود الفضل فيها لجهودها الذاتية ودور الحكومة وحرص القيادة الرشيدة في دعمها على جميع الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ومن أجل دعم مسيرة المرأة في قطاع الأعمال، نظمت بلدية دبي ومجلس سيدات أعمال الإمارات الملتقى الاقتصادي السنوي لقطاع الأعمال تحت رعاية غرف التجارة والصناعة بالدولة. ارتأينا أن يكون عندنا نادي، ممكن يكونون هذا النادي ما الجديد فيه كنادي الإمارات. إذا كان عندنا 7 مجالس ومجلس اتحاد لسيدات الأعمال، إذا كانت مجالس الأعمال هدفها اقتصادي، نادي مجلس سيدات الأعمال هدفها اقتصادي إنساني. قدمنا الكثير للمرأة، احنا غيرنا نظرة العالم للمرأة العربية. فكرة النادي هي فكرة نادي اسمه نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة، يمكن فكرته ان هي اساسا فكرة عالمية، واحنا كنا معاهم بندخل على المستوى العالمي، ولكن لبعض الأجندات الخاصة فيهم على المستوى العالمي خلاني انسحب واقول ستوب، لان انا عندي انتمائي لبلدي يعني فوق اي مسميات ثانية. وجدت منهم بعض التوجهات التي لا تناسبنا، انسحبنا واعلنا عن نادينا الخاص بدولة الإمارات، بينما كانت أيضا في البحرين، أسس في البحرين في قطر، لأن وجهة نظرنا أن احنا ننطلق من الخليج حتى نصل إلى العالمية بهذه الأندية. الحمد لله قمت بما علي، ولكن أنا في وجهة نظري أن احنا ما زلنا بحاجة إلى المزيد.